يعني يفكر بالانتحار، هذا اليوم يسال. طبعا يا اخوان اللي صف ما تقول، انا اقول يا اخوان شوف خارج النصيب، الدعوه لله فخر، بس الدعي الدعي نقول الدعي لله. الله تعالى ولا تزكوا انفسكم وعلى من تقى. احنا يعني تعتبر متطفلين على الدعوه. فنقول دائما لا تلعب بكلمه انتحار. مره سالني واحد رساله قال اتصل ولا بنتحر؟ انا لازم اتصل. يا اما انت بلعب بس عشان ترد علي، قلت انت قل لي يا اخي، قال مره ثانيه ما ارد عليك او شخص ثاني فيصير ينتحر تستحمل مره انت. فما احد يعني ما راح واحد ينتحر من ذنب الا الذنوب. اخوان اسحاق الله يرحم والديك. ما انتم شفتوا فيلم اخبار الهجيه؟ شفتوا برنامج اخبار الهجيه؟ ما شفتوا مسرحيه مسلسل ابن اخبار الهجين؟ اخبار الهجين الهجيد مسلسل اللي من مجد من مجد يا اخوان ولا البداية؟ من مجد ما شفتوه؟ سم لا تشوفوا القرآن يا شيخ ما شفتوه. تعرفون القرآن الهجيد اللي جاب عن الفقر على أمي فقرهم ما عندهم ما عندهم ما تسل التمر يفرحون به هل انتحروا الأولين بالفقر؟ الضيق النفسي لما ان الناس اصبح بدأوا يبتعدون عن الله سبحانه وتعالى. احد الاخوان التائبين الله عز وجل عاش اربع سنوات في الدنمارك كوبنهاجن. يقسم بالله العظيم يقول عمر والله ان عيالهم اجمل من بناتهم. ناس اعطاهم الله جمال، جمال العالم كله موجود في كوبنهاجن. اعتقد عاصمة السويد. لكن يقول والله يا ابن عمر فخر. والله ما يضحك والله يا عمر لعب عمل سنوكر يا اخوان لعب سنوكر هذه سنوكر على زي ايش؟ زي البلياردو بس انه محل كبير طاولتها ولا انت مش مثقفين حركات هذا من شكله يشتغل بروضه شلون تطلع؟ صرت بحب سنوكر يا جماعه اللي زي البلياردو بس انه اكبر شوي سنوكر ممكن البلياردو بس لا يقول والله يا عمر العب انكت شوي يقول لي واحد ليش تضحك انت؟ الدنيا في شيء يضحك الدنيا عيب عليك والله يا ابو عمر قسم بالله ما يعني تخيل من الـ من الـ من, الـ من التجاره عندهم كاس الشاي 18 دولار من القلب 40 ريال كاس الشاي ناس راهي عنده قرش لما تقول بس لكن على عيش ينتحر على عيش ينتحر لذلك انشئ لهم عندي انتحار ديث كلوب يبغى واحد مكتوب عنده خيارات تبي غاز تبي كهرب تبي بناء نوعية الانتحار اللي تبي تموت ادفع 25 دولار وقع واكتب سبب وفاتك ليش مع السلامه توكل تولى عن البازي يدفع هو فلوس عشان عندي الانتحار فنادق للانتحار واحد يقول اني اسوي فندق للمنتحرين يجلسون في مده قبل ما يتوكلون. يعني ما في احد ينتحر ويبتسم مبسوط يضحك. يعني مكتوم من الهموم والمشاكل. حتى حقين المخدرات اخوان حقين الشراب لما يجي لمهم تقول ليش تشرب؟ قال يا اخي ابى اطفي الهم اللي عندي، والله ما اطفي شيء. طفي طفوني بس اني 10 سنوات، تعبت بين هالجدران بس.